بسم الله بالله النهارده كان ايه شغل اقسم بالله جميل مشوا عشان هتصور لكن في حد قاعد هنا وقال هتصور قال لي صور انجل بص على قدام ام ده اللي وصل ايه عاد بقى من حسن حمد حتى من حسن حتى من حسن خلاص يا درويش خلاص خلاص يا دين امي حتى من حسن حمد همش حسن حمد يا عم غربة يا عم انت وفي الرجالة انت مش خدت طب شوفها من حشوف من حشوف معاكو اسمية عماد فين عماد عايز حد من القاعدين يا عم يا عماد هات يوز بي اي حد تاخد ليها باش وزوكا ده كان ابن اختي وزوكا ده كان ابن اختي عايز بص شوفه بيشه اشوفك تشحن كده ولا كان فين دي؟ عمور؟ مش تهدف؟ هتهدف؟ درويش 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 شغل النور بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ على بركة الله سكشن اليوم دكتور أحمد أبو زيد تقول الحكمة دق بالضرورة ثم انتقل إلى الممكن تجد نفسك تملي تملي تصنع المستحيل أخوي وسع من قدامه بس ترجمة
ندخل بسرعة عشان نستفيد بالوقت. طيب احنا اخر حاجة احنا هنعمل مراجعة سريعة كده على اخر حاجة اتكلمنا عليها الحتة اللي في الاخر اللي احنا اتكلمنا اخر حاجة على البيبر كومبريشن سايكل او ريفريجريشن سايكل. قلنا انها بتتكون عندي من 4 كومبوننتس اساسيين اللي هم الايفابوريتور. ولا الايفابوريتور ده هو الديفايس المسؤول عن سحب اللود بتاعي اللي هو بسميته ريفريجريشن لود. وطبعا الريفريجريشن لود ده قلنا المره اللي فاتت ان احنا هنديله يونتس تنز اوف ريفريجريشن خلاص اللي هو ده حمل التبريد بتاعي. قلنا المفروض احنا بنشتغل اليونتس بتاعتنا اللي هي الكيلو وات. فلو اداني اللود بتاعي بطن تبريد فانا المفروض بحوله لايه؟ الكيلو وات عن طريق ان انا الفاكتور اللي بستخدمه اللي هو 3.52 فقدرت احول حمل التبريد بتاعي من طن تبريد لايه؟ لكيلو وات. ده بسميه ريفريجريشن لود او ريفريجريشن كاباستي خلاص. ده بيعتمد طبعا على الميديم اللي انا محتاج ان انا اعمل له عمليه تبريد. طبعا الثاني ديفايس اتكلمنا عليه اللي هو الكمبريسور. وقلنا الكمبريسور وظيفته ان هو بيرفع الضغط بتاعي ضغط الريفريجرنت اللي انا بستخدمه من ضغط اللو بريشر اللي هو ضغط الايفابوريتور للهاي بريشر اللي هو ضغط الايه كوندنسر. الكوندنسر بيعمل عمليه العكسيه ان هو بيعمل ايه بقى هيت ريجكشن. يعني هنا بيحصل في الايفابوريتور هيت اديشن الريفريجرنت بيحصل له ايه ايفابوريشن ان الريفريجرنت بيتحول من الليكويد فيز للفيبر فيز. بينما الكوندنسر بيحصل فيه العكس فبيحصل هيت ريجكشن للايه السراوندنج. فبالتالي السراوندنج بقى اللي حوالين الايه الكوندنسر بيحصل له عمليه هيتنج. بينما الريفريجرنت بيحصل له ايه درجه الحراره بيحصل له كوندنسيشن. فبتحول عندي هنا الفيز من الايه من البيبر فيز للليكويد فيز عكس بالظبط اللي بيحصل في الايفابوريتور خلاص. هنا بتحول من ليكويد لفيبر وهنا من فيبر لليكويد. طبعا الايفابوريتور يعتبر اوبريت عند لو بريشر والكوندنسر عند ايه هاي بريشر. طب اللي خارج هنا عباره عن ايه ليكويد مش كده اللي خارج من الكوندنسر. الليكويد ده بيحصل له ايه بقى اكسبانشن باستخدام حاجه اسمها اكسبانشن فالف او ثروتل فالف. فبيحصل فيه بريشر دروب من الهاي لللو. اوكي طيب ده اللي هي السمبل سايكل اللي احنا خدناها مرة فاتت كده ورسمناها مع بعض. قلنا ساعات بيحصل حاجات كده بتحصل في الكمبريسور اللي هي الاوبريشن بتاع الكمبريسور. فلما اتكلمنا المره اللي فاتت على الريسبريكيتنج كومبريسور قلنا هو بيتكون من ايه. قلنا ان انا عندي بيستون بيتحرك جوه سلندر حركه تردديه من التوب ديد سنتر للبوتوم ديد سنتر مش كده. والحجم اللي بيتحرك فيه البيستون دوت بسميه ايه الستروك سواء ستروك فوليوم او ستروك لينث بسميه ال. والدايمتر بتاع البيستون بسميه البور اللي هو دي. طبعا احنا قلنا اي كومبريسور هيبقى ليه تو فالفز اللي هو الايه السكشن والديسشارج. السكشن دوت يعني شو احنا جاي منين. هو ده السكشن هو بيسحب منين من الايفابوريتور. يبقى دوت اللي جاي من الايفابوريتور وبعد كده بيرمي فين في الكوندنسر. يبقى دوت الديسشارج ده بيروح للكوندنسر. طبعا انا عندي فالفين عاوز ده يفتح او ده يفتح. امتى الفالف بيفتح لو بقى في بريشر ديفرنس حواليه صح. عشان كده في بريشر دروب فين في السكشن وبريشر دروب
في الدليفري. انا عامل بريشر دروب ده بيبقى حاجه صغيره قوي, يعني مثلا ممكن يبقى ايه 0.03 ميجا باسكال او 0.03 بار, يعني بيبقى حاجه لا يعني ممكن 0.03 بار مش ميجا باسكال, بس المهم تبقى قيمته صغيره قوي. فانا لو جبته لك في المساله يبقى انت هتحطه في الاعتبار, ما جبتهولكش يبقى انت نجلكت على طول الايه البريشر دروب. طيب البريشر دروب ده لازم عشان يحصل ايه ان الفالف يفتح, هنا هو كده لازم يبقى موجود. بس انا بقول لك اهمله في المساله ليه, ان هو مش هيأثر على الارقام, يبقى كارقام ماثيماتيكالي مش هيأثر, بس هو لازم يبقى موجود في الايه عشان يبقى في فورس تفتح السبرينج. طيب فطبعا لازم هنا الضغط جوه بتاع الايفابوريتور يبقى ايه اعلى من جوه السلندر, وده فعلا اهو ده ضغط الايفابوريتور اللي هو دوت هيبقى اعلى منين؟ من الضغط جوه السلندر. العكس بقى, انا بخرج الشحنه, انا عاوز الشحنه تخرج من ايه من جوه لبره, يبقى لازم جوه اعلى منين؟ من بره. يبقى بالتالي اللي هو اللي خارج من الكمبريسور يبقى اعلى منين؟ من الكوندنسر. فعلا ده الاكزيت بتاع الكمبريسور, يبقى ده كده الاكزيت بتاع الكمبريسور دوت الانلت بتاع الايه الكمبريسور. يبقى عمليه الكمبريشن بتتم منين؟ من 3 بابل داش لغايه 4, دي الكمبريشن بروسيس بتاعته. خلاص. طيب طبعا دوت بالنسبه للايه للريسبيريتنج كومبريسور. قلنا نقدر نحسب الايه الحجم بتاع الايه السلندر عن طريق اللي هو اقدر احسب الاريا كروس سكشن في الطول بتاعي يبقى باي 4 سكوير في ال. ده لو سلندر واحده, ممكن يبقى عندي اكتر من سلندر, يبقى اضرب في النمبر في ايه سلندر. ده كده يديني حجم, بس احنا ما بنحسبش حجم بقى, احنا بنحسب ايه يعتبر فوليومتريك فلو ريت, يعني هو مش حجم فعلا, هو حجم باليونت تايم. لان انا المفروض البيستون ده بيتحرك كام حركه كام حركه على حسب عدد اللفات, فانا بشوف الحجم اللي ايه الازاحه, عشان اسمه بيستون ديسبليسمنت ازاحه. البيستون حصل له ازاحه كم مره او كم متر مكعب في الثانيه, يبقى الازاحه دي حصلت في الثانيه الواحده بمعدل قد ايه, يبقى دوت متر كيوب بير سكند سميته البيستون ديسبليسمنت, ضربته في الان اللي هي الار بي ام على الايه المينتس, طبعا بحوالي المينتس سكند تبقى 60. طيب عرفنا كمان الفوليومتريك افشنسي. ايه الفوليومتريك افشنسي؟ قلنا كده في الاخر هي معناها ايه مدى استفادتي بالحجم, عشان كده اسمها كفاءه حجميه فوليومتريك افشنسي. هل انا استفدت بالحجم كله؟ لا, ده ما بيحصلش. نتيجه بقى كذا اعتبار, منها كليرنس, منها ان انا لازم اسحب البيستون شويه عشان الشحنه تبتدي تدخل. يبقى لو ده الحجم بتاعي انا استفدت بجزء منه. خلاص. بحسبه ازاي؟ بحسب الام دوت اللي هي الاكشوال على الثيوريتيكال. الثيوريتيكال انا استفدت من الحجم كله, فبضرب الحجم في ايه في الكثافه. انهي كثافه بقى؟ كثافه الريفرجرنت عندي بدايه الستراكشر. اعتبرت ان الايه ان الشحنه كلها اتسحبت فين؟ عند 3, يبقى ده بدايه الستراكشر. هي ما بتتسحبش كلها عند 3, خلاص. هي بتسحب اصلا ايه, بتبتدي تدخل بقى من هنا لهنا لغايه ما تبتدي تسحب توصل هنا. يبقى ايه انا ثيوريتيكال يبقى بتخيل ان هو كله اتسحب عند كام؟ 3. يبقى لو عايزين نعرف ان الثلاثه دي اسمها ايه بقى؟ بيجيننج اوف ايه؟ ستراكشر. خلاص. طب اند اوف ستراكشر يبقى فين؟ يبقى 3 دبل 3 دبل 3 دبل نهايه الستراكشر. خلاص. طيب فعرفنا بقى من 3 دبل 3 داش ده البريشر دروب اللي بيحصل في الستراكشر. ستراكشر بعد كده لما الشحنه بتبتدي تدخل السلندر بتسخن شويه عشان جسم السلندر ماله سخن من السايكل اللي فاتت, فبيبقى في هيتنج من السلندر وولز. طبعا الحاجات دي انا بشرحها لك ايه خطوه بخطوه في المساله, يعني بقول لك ايه ده هو في الاول حصل بريشر دروب, بعد كده الشحنه لما دخلت سخنت 5 درجات وهكذا. تمام. بعد كده من 3 دبل داش ل 4 يحصل كومبريشن, بعد كده من 4 ل 4 داش يحصل بريشر دروب في الايه في الدليفري فالف. ساعات كتير انا بسهل لك عليك بقى ما اجيبلكش ولا اي حاجه من دي, يبقى يحصل ايه بس؟ لا يحصل كومبريشن على طول. يبقى الرسمه مش هتبقى كده, بتبقى عامله ازاي؟ يعني على طول هتبقى دايركت كده ويحصل كومبريشن مره واحده, يعني نسميها على طول من 3 ل 4. يعني ممكن يبقى كده وممكن يبقى ده الوضع بتاعي اللي هو اقصى حاجه انا جايبها. ماشي. طبعا الان ده اللي هو الكومبريشن اندكس بتاعي, ده المفروض هيبقى جيفن, او انا ممكن احسبه بطريقه ما زي ما هنشوف كمان شويه. خلاص. طبعا يبقى انا كده عندي كام علاقه للايه, طبعا العلاقه بتاعت الايدو فوليومتريك دي احنا استنتجناها المره اللي فاتت, انا مش طالبك باستنتاج, انت المفروض تستخدمها دايركت. يبقى انا عندي كام علاقه للايدو فوليومتريك دلوقتي؟ اثنين, اللي هي الاصل بتاعها ده, وبعد ما استنتجناها وصلنا الفورمه فورمولا شبه دي. طبعا انت هتحتاج الاثنين, يعني دايما دي بتساعد دي, دي عمري ما هقرب منها غير لو معاك كليرنس. يبقى بالتالي انت لو معاكش كليرنس ولا تبص لدي خالص. في الحاله دي لو انت معاكش كليرنس يبقى انا لازم اديها لك برقم 85%, يبقى تقول لي 0.85
بتساوي الكلام ده عشان تقدر تحسب ايه من هنا بقى. ما انا هنا مش هحسب غير حاجتين، يا بيستون ديسبليسمنت يا ام دوت. خلاص لو حسبت لو من هنا جبت البيستون ديسبليسمنت يبقى كده اقدر اجيب الايه الدايامتر او اللينس بتاع الاستروك. اما لو اديتك البيستون ديسبليسمنت فبطالب منك الام دوت، او مش لازم ابقى طالبها، انت ممكن تجيبها عشان تجيب بيها ريكوايرد تاني. يعني انا قصدي المعادله دي ما بتجيبش غير يا اما بيستون ديسبليسمنت يا ايه يا اما دوت يا اما اديك الاثنين عشان تحسب الايتا فيلمنت. خلاص ده اللي احنا وصلنا له المره اللي فاتت. طبعا احنا عملنا بالانس على مين المره اللي فاتت؟ على عملنا انرجي بالانس على الايفابوريتور صح، وقدرنا نستنتج المعادله بتاعته، وقدرنا برضو نعمل انرجي بالانس على الايه على الكوندنس. خلاص ولما عملنا انرجي بالانس على الفالف كان ايه وصلنا لايه؟ ان الفالف ده ولا فيه ايت ولا ورك مش كده؟ يبقى بالتالي الفالف ديفرنس بتاعه كام؟ بزيرو. يعني اتش واحد في الاخر تطلع هي نفسها اتش اتنين، فبالتالي انا ولا بحسب منه هيت ولا ورك، انا بحسب بس في الايفابوريتور اللي هو الايه؟ الريفريجريشن لود، وبحسب في الكوندنسر الكيو كوندنسر اللي هو عاوز يحسبها او حاجه زي كده. خلاص اما هنا الاتش هتبقى ثابته فين؟ في الفالف. طبعا الايفابوريتور اوبريت عند ايه؟ كونستنت بريشر، وبرده الكوندنسر اوبريت عند ايه؟ كونستنت بريشر. طب ما اتكلمناش على الكمبريسور صح؟ دكتور اتفضل. هو انا عندي هنا في الاكسبانشن فالف ده نتيجه للبريشر دروب اللي بيحصل، هو ده اللي بيحول لي الريفريجرنت بتاعي من فيز لفيز تاني؟ لا هو الفيز ما بتتغيرش. ليه هو مش بيبقى اصلا داخل كله هنا كله هنا فيبر كل الحته دي فيبر. لا بيبقى داخل قصدي لا في الاكسبانشن فالف بيبقى داخل سوبر سب. انا بتكلم هنا الاكسبانشن هو هنا داخل ايه؟ سب كول. نتيجه بقى الاكسبانشن ممكن ادخل في الوتر فيظهر لي هنا في ايه؟ لان انت هنا في الاكسبانشن فالف عملت ايه؟ قللت الضغط. تمام خلاص، فبالتالي ممكن وانت بتقلل الضغط ده يخليك ان انت تتحول لفيس ثاني، لان انت مثلا الفلويد بتاعي بتعمل له سادن تشينج في الدايركشن، فبالتالي البريشر بتاعي لو بيقع بنفس قيمه الانثالبي فبالتالي يظهر لي ليكويد في الايه او يظهر لي اسف فيبر جوه الفالف. خلاص بس ده في النهايه. طيب الكمبريسور ما اتكلمناش عليه، اتفضل. أربعة على أربعة داش الناس بيتغير صح؟ الإيه؟ أربعة على أربعة داش الناس بيتغير ولا لا؟ الناس ما بتتغيرش. يعني إيه بتغير؟ هو بص ما هو اللي داخل هو اللي خارج من الكمبريسور. اللي داخل الكمبريسور هو اللي خارج. ليه؟ هو انت عندك الكليرنس ده كده الكميه محشوره فيه، يبقى دول موجودين على طول ما بيخرجوش. فانت عندك الحبه لو دخل 2 كيلو بيخرج 2 كيلو برضه ستدي، مفيش حاجه بتتخزن جوه. اللي بيتخزن ده من الاول خالص بيفضل نفس الكميه جوه. طيب احنا ما اتكلمناش على الكمبريشن صح؟ من ناحيه الكمبريشن بقى ما احنا ما عملناش اناليسز عليه. ليه ما عملناش اناليسز عليه؟ عشان بقى احنا خليناه في الاخر، لان الكمبريشن عندي ليه كذا نوع. فاحنا دلوقتي هنتكلم على الايه؟ على الكمبريشن بروسيسنج. امسح هنا. طيب انت انواع الكومبريشن ايه؟ حد عارف انواع الكومبريشن؟ ممكن يبقى اي حاجه بقى عندك، ايزوترمال، ايزوتروبيك، خلاص، بولوتروبيك، ادياباتيك، مش كده؟ بس الايزوترمال كومبريشن ده اكشوالي صعب يتحقق اصلا. يعني هو ده بيقلل بيديني ورك قليل جدا، بس اصلا صعب ان انت ايه؟ ما تقدرش تعمل ايه؟ ايزوثيرمال كومبريشن. مش هتعرف. ايزوثيرمال كومبريشن ده معناها ايه؟ هو مش هينفع عشان اقرب منه يبقى اعمل ايه؟ اعمل الكومبريشن على مراحل كتير قوي، واعمل ما بين كل مرحله والتانيه ايه؟
وتاكولي زي ما خدته في جاس سيربن كده. جاس سيربن لما بتعمل انتاكولينج فبتقلل درجة الحرارة فبتقلل الورك. لو عملت الانتاكولينج ده بقى او عملت الستيجز دي خليت عددها لا نهائي يبقى معنى كده كأن درجة الحرارة ما اتغيرتش. يبقى عملت ايزوثيرمال كومبريشن يبقى قللت الورك على قد ما تقدر. بس ده اكشوالي ما ينفعش اعمله. فانا عندي الكومبريشن الافيلابل اللي موجود عندي حاجتين يا اما دي بقى يا اما ايه بلوتروب. طيب يعني ايه ديباتك؟ كيب سير يعني مفيش اي حرارة صح؟ يعني الكيب بتاعتي بكام؟ بزيب. طيب طيب الاديباتك ده قسمه نوعين. في عندي اديباتك بلس ريفرسبل واديباتك وايه؟ وريفرسبل. خلاص؟ يعني ايه اديباتك وريفرسبل؟ يعني ايه سنتروب؟ يعني الاس مالها الثابته بتاعتك. يعني لو بتكلم ان اس 3 زي ايه اس 4 وانا هرسم رسمه الكومبريشن دلوقتي او على او لو عاوزين نشتغل على نفس الايه الشكل ده يبقى نقول اس كام 3 دبل داش بتساوي اس 4 الاس هتبقى ثابته. فانا اقدر اتعامل مع الكيس دي سهله قوي. لو انا بتعامل مع تشارت زي ما هنشوف فمعنى كده ان انا همشي على التشارت ايه كونستنت اس. يبقى اتحرك من نقطه 3 دبل داش لنقطه كام 4 يبقى امشي كده على كونستنت اس لغايه ما اوصل لدرجه الايه الخروج. يبقى انا كده حددت السيت 4. طيب لو اديباتيك ريفرسبل معناها ايه الاس مش هتبقى ثابته يعني مش ايزنتروبيك. يعني اس 3 دبل داش لا تساوي اس 4 يبقى نقطه 4 لازم احددها لي او يديني مكانها افشنسي اللي هي الايزنتروبيك ايه افشنسي. خلاص يديني مكانها الايزنتروبيك افشنسي. يعني احنا عاوزين نعمل بالانس على الكوندنسر سوري الكمبريسور واحسب الورك بتاعه. فاقدر اقول هنا الورك بيساوي ايه احنا عارفين ان كيو ماينس الورك بيساوي دلتا اتش مش كده. هل الورك بيساوي دلتا اتش؟ لا مش دايما. في حالة ايه؟ يعني انا في حالة الاديباتيك اقدر اقول ان الكومبريشن ورك بيساوي دلتا اتش. انما هنا غلط. يبقى انت كتبت كده غلط. بص المسألة من الاول يبقى ما ينفعش تبقى الكومبريشن بلوتروبيك اقول بيساوي دلتا اتش لان البلوتروبيك هنا كيو ايه؟ مش بزيرو صح؟ فيها فاليو. يبقى ما ينفعش اقول الورك بيساوي دلتا اتش. يبقى الورك بيساوي دلتا اتش بس في حالة الاديباتيك. طيب هنا هيبقى طبعا ايه؟ هيبقى اتش 4 ناقص اتش 3 دبل داش او ممكن نسميها 4 ايه؟ 4 اس. طيب هنا هيبقى نفس الرول برضه مش كده؟ بس هسميها ايه؟ اتش 4. طيب البلوتروبيك بقى اقدر احسب الورك بتاع البلوتروبيك؟ طبعا اجيبه ازاي؟ مش هقدر اجيبه من الفيرست لو. ليه مش هقدر اجيبه من الفيرست لو؟ عشان انا اصلا معيش كيو. فالكيو مش بزيرو. يبقى اجيبه عن طريق ايه بقى؟ الانتجريشن. خلاص؟ طبعا هو بلوتروبيك بروسيس يعني بي بي تو ذا باور ان ايكوال ايه؟ خلاص؟ لو انت بقى شلت الايه عملت الانتجريشن ده يطلع لك الورك بيساوي ايه؟ ان على ان ناقص واحد كام؟ بي 4. بص بي في ناقص بي في الخروج ناقص الدخول. فين الخروج من الكمبريسور على طول؟ 4. يبقى بي 4 في 4 والدخول 3 دبل داش دبل داش في 3 دبل داش. في ناس بياخدوا بقى بي 3 دبل داش في في 3 دبل داش كومن فاكتور ويوصل لشكل تاني. الاثنين صح يعني العلاقه دي هي اللي فوق. ده زي ده هي اللي تحت. بس دي ميزتها في ايه؟ ان هو في 4 اختفى. في 4 عملها اختفى فهو شالها بقى ازاي في 4 دي؟ عن طريق ان هو بلوتروبيك يعني بي 3 دبل داش في في 3 دبل داش تو ذا باور ان
بيساوي دي 4 دي 4 تو ذا باور ان. فانا بقول لك ايه، بص دي مش عجباني، مش حافظها، ما تحفظهاش. يبقى انت اشتغل بدي، بس عشان اشتغل بدي يبقى لازم اجيب ايه؟ في 4. في 4 تيجي منين؟ من هنا بقى. طيب لو عاوز اجيب الباور اضرب في النقطه، يبقى اضرب الكلام ده في الايه؟ بس ده انهي باور بقى؟ انتوا خدتوا بقى في الجزء بتاع الانترنال كومبشن انجن كذا نوع من انواع الباور، صح؟ في حاجه اسمها انديكيتد، وحاجه اسمها بريك، وحاجه اسمها الكتريك، مش كده؟ ده هيبقى انهي؟ يعني ايه انديكيتد؟ ايه؟ مش مساله اكشوال، لا المفروض ان هو بيتم ده اللي هو متقاس جوه السلندر. الالكتريك المفروض، لان هو ده اللي انا بدفعه. نعم. هو كلهم اكشوال، بس يعني ايه؟ كل واحد في مرحله معينه بيتحسب، يعني متقاس عند ايه؟ مكان معين. يعني ده الباور نتيجه ايه؟ هو ده اصلا مش ده حصل كومبريشن، حصل زياده في البريشر، يعني ده اسمه كومبريشن باور او كومبريشن وورد. ده اللي انا قسته جوه السلندر، يعني ده الافكت اللي جاي نتيجه ايه؟ نتيجه الكومبريشن. يعني من 3 ل 3 ده الباور. نعم، من 3 ل 3 لا، ده كله بتاع السايكل، يعني الحاجات دي كلها بتاعت السايكل، يعني ده اللي زود البريشر. طب هو في اشكال ثانيه؟ ايوه في اشكال ثانيه، في الالكتريك. هو دلوقتي الايه؟ الكومبريشن ده بيشتغل بايه؟ الموتور. الموتور خد باور، صح؟ في الكتريك باور. طب الباور ده عمال متحرك من الالكتريك سورس لغايه الشافت، كسر ايه؟ الكتريكال موسل. لما اتحرك بقى الباور ده من الشافت لغايه جوه السلندر، كسر ميكانيكال موسل. اللي وصل بقى للسلندر هو ده الانديكيتور. يبقى الانديكيتور عباره عن ايه؟ الصف اللي وصل لي في الاخر. يعني مثلا سي كده، يعني اللي عشان تزود البريشر انت محتاج كام؟ 80 كيلو وات مثلا، يعني انا بقول اي رقم، 80 كيلو وات. بس انت هتدفع 80؟ لا، انت هتدفع 100 ليه بقى؟ لان انا عامل حساب ان ال 100 دول هيبتدوا يخسوا ليه بقى؟ نتيجه الالكتريكال لوسز ونتيجه الميكانيكال لوسز. هنشوفها دلوقتي مع بعض، اوريها لكم برسمه ظريفه قوي عشان ما تتلخبطش منها. طيب صعبان علي، عمال تعذبني كل شويه، مش شاكل ما بتشوفيش. طب ما تخش جوه هنا ولا حاجه. كويس ده، كويس مكسور. طيب او عايز تقعد هنا براحتك. ده الموتور بيشغل الايه؟ الكمبريسور. باور جاي منين؟ فين الاصل؟ من هنا، صح؟ كده ده السورس بتاعي. فالباور ماشي بالطريقه دي. طبعا اتجاه الباور دايما اتجاه الديكريز، يعني دايما لما واحد ماشي من مكان لمكان فعمال يخسر. زي في المحرك الباور جاي منين؟ من بره لجوه ولا من جوه لبره؟ المحرك هو اللي بيطلع الباور، صح؟ فالباور عمال ما يخرج من المحرك لبره خالص لغايه الايه؟ العجل بتاع العربيه، فعمال يخسر. فبالتالي في الانجن بيبقى الانديكيتد ده هو اكبر واحد، عشان الانجن بتطلع باور، فده بالنسبه لي الباور الكبير. بعد كده لما يتحرك بقى على الايه؟ على الشافت بتاع العربيه، وبعد كده يخرج خالص بره على العجل، الباور عمال ايه؟ يصغر. هنا العكس، انت هنا مش بنجريت باور، انت هنا بتدفع ايه؟ باور. فاللي بتدفعه ده اعلى واحد اللي هو الالكتريك، يخس شويه لغايه ما يوصل للشافت بسبب الالكتريكال لوسز، يبقى اسمه ايه؟ بريك. ده اللي هو متقاس على الشافت، اللي هو بيساوي التورك في الاوميجا يعني. طيب الباور بقى عشان يتحرك من الشافت لغايه جوه السلندر بيقل نتيجه الايه؟ الفريكشن والميكانيكال لوسز اللي على الشافت، صح؟ يبقى بعد كده ايه علاقتهم ببعض؟ يبقى مين الكبير؟ ده؟ وفين اقل واحد؟
اللي رفع لي الضغط يبقى انا كده لو خدت الالكتريك ضربته في الايه بالايتا الكتريك يبقى ده بيساوي الايه البريك لو خدت البريك باور ضربته في الايتا ميكانيكال يبقى بيساوي الانديكيتور مش كده يبقى معنى كده اقدر اقول ان ايه لو خدت طبعا شلت لامس ده يبقى اقدر اقول ان الالكتريك باور لو ضربته في كل حاجه يبقى هو الانديكيتور ده الكبير ضربته في كل اللي قدامي الانديكيتد بقى هو ده بس مضروب في الايه ما هو ده مش باور ده ورك يبقى الانديكيتد عباره عن ايه الورك اضربه في الايه بقى يبقى ايا كان بقى هو ده ولا ده ولا ده هاخد الباور هاخد الورك اضربه في الام دوت يبقى انا جبت كده ايه الباور وهتبقى وحدته ايه كده كيلو وات ماشي هل الكلام ده صعب طيب وده بقى حاجة كده عشان نعمل نركز على البرفورمانس بتاع السايكل بنقيس البرفورمانس بتاع السايكل بحاجة اسمها كوفيشنت اوف ايه برفورمانس ايه بقى الكوفيشنت اوف برفورمانس ده اسمه سي او بي السي او بي بتاع السايكل بتساوي ايه تمام اللي بتستفيد بيه على بتدفعه صح فلازم تحدد لي بقى هو ايه انت هنا بتستفيد بهيتنج ولا كولينج لو هو ريفريجريتور يبقى كولينج يبقى لو انا بتكلم على ريفريجريتور يبقى انا بتكلم على كولينج يبقى هيبقى كيو ايه ريفريجريشن على باور صح انا باور ما عندي ثلاثه اقسم على اني واحد حسب انا كاتب ايه سايكل يعني ايه سايكل يعني اللي بيوصل للسايكل ايه اللي وصل للسايكل الالكتريك لا البريك يبقى الانديكيتور يبقى هتكلم كده على الانديكيتور خلاص طيب لو عايز انا قلت لك بقى ايه انا عايز اقول السي او بي طبعا دي ممكن نقول ايه كيو سمول على الورك هي هي طب لو انا بقى عاوز اقول لك السي او بي بتاع السيستم او البلانت او المحطه السيستم اصلا انت دفعت له ايه الكتريك صح يبقى هو ده اللي دفعته فعليا يبقى انا هنا مش بتكلم على الباور بتاع السكن هنا بتكلم على الباور بتاع السيستم انت دفعت للسيستم ايه من الاخر الكتريك يبقى هتقوله عباره عن الكيو ريف على الالكتريك باور السايكل بتاعتي هل دي كارنوت لو شغاله على كارنوت هيبقى شكلها عامل ازاي طبعا كارنوت بيعتبر ايه ان عمليه الهيت اديشن بتتم فين كلها ايزوثيرمال وده سواء الهيت ريجكشن او الهيت اديشن وكمان بيعتبر ان الايه الاكسبانشن الكومبريشن الايزوتروبيك يعني يبقى ليها شكل مختلف عن السايكل دي فطبعا احنا اتفقنا ان كارنوت ده بيدي ايه احسن بيرفورمانس سواء هيت انجن او سواء ريفريجريتور فحتى كارنوت دوت لما احنا استنتجنا الافشنسي بتاعته بتاعت الهيت انجن كانت اللي هي 1 ناقص ايه تي ال على تي اتش بس احنا هنا ما بنتكلمش على هيت انجن ده احنا هنا بنتكلم على ريفريجريتور فليه سي او بي اسمه سي او بي بتاع كارنوت فاحنا طبعا السي او بي بتاع كارنوت احنا بنستبدل الكيوهات اللي في الايكويشن بتيهان فبيطلع في الاخر ايه تي ال على تي اتش ناقص تي ال خلاص بس تي ال على تي اتش ناقص تي ال دي في حاله ايه برضو لو انا بتكلم على ايه على ريفريجريتور طبعا التي ال دي اللي هي الايفابوريتور ولا كوندنسر اوعى تكتب لي بقى تي 3 وتي 1 والكلام ده التي ال مين اللي لو الايفابوريتور بما نكتب هنا تي ايفابوريتور والتي اتش لان تي كوندنسر مش هي تي واحد ولا تي اربعه داش
يعني ايه تي كوندنسيشن او تي ايفابوريشن؟ التي كوندنسيشن او تي ايفابوريشن هي ساتوريشن تمبريتشر اللي بيحصل عندها فيس ايه فيس تشينج. يعني ايه تي ساتوريتد؟ اللي هي جوه الويت ريجون اللي هي من اول هنا لهنا بتختلف قوي عن دي وتختلف عن دي، لان درجه حراره السوبر هيتنج بتبقى اعلى منين؟ من تي ساتوريشن. ولو هو سب كول درجه حراره السب كول بتبقى اقل منين؟ من تي ساتوريشن. تي واحد ممكن تبقى تي ساتوريشن لو كانت خارجه ساتوريتد، انما لو خارجه بالمنظر ده يبقى تي واحد مش هي تي كوندنسر، هتبقى اقل منها. وول ذا تايم هبقى دايما دي هتبقى اكبر منين؟ من تي كوندنسر. لما نيجي بقى للتي ايفابوريتور، ايه هي تي ايفابوريتور؟ هي برضو تي ساتوريشن، يعني اللي جوه الويت ريجن. فانا عندي تي 2 تنفع تبقى هي تي ايفابوريتور لانها جوه الويت ريجن، انما تي 3 لو هي في السوبر هيتد هتبقى اعلى من تي ايفابوريتور. فانا لو عندي تي، لو عندي الاكس بواحد يبقى هي نفسها تي ايه؟ دكتور هو يلعب كارنوت يشيل الورك ويحط مكانه كيو ناقص كيو صح؟ لا كيو بالظبط تمام، لا كيو اتش ناقص كيو ال. اه تمام. طب انا كده مش بقارن تو سايكلز بين سيم كده، انا السايكل الحقيقيه عندي بتوبريت ما بين تي 4 وتي 1 اه وال 2 بقى، والثانيه بتوبريت ما بين لا لا هي اوبريت ما بين ده وده. ده الاكشوال ولا ده الاكشوال؟ طب مش احنا قلنا تي 4 اكبر؟ ده في الكمبريسور، انا ماليش دعوه بالكمبريسور، انا ماليش دعوه بالايه؟ بالكمبريسور، انا بتكلم على الريفريجرانت اللي بيشيل اللود اللي هو المنطقه اللي بيحصل فيها الفيز تشينج، ماليش دعوه بالكمبريسور. لان الحمل ده بيتشال ازاي؟ بيتشال خلال الايفابوريتور خلال الفيز تشينج. طب ما هو بيخش الكوندنسر عند تي 4 اللي هي اعلى من الكوندنسر. ما انا ماليش دعوه بالكوندنسر، ماليش دعوه بالايه؟ بالايفابوريتور، بالحته اللي بيحصل فيها فيس تشينج هي دي اللي بتحددها. فانا بقارن الاثنين بنفس، يعني شغالين عند نفس الايه؟ تمبريشر ليمتس. ما هو ده مرتبط بالابلكيشن بتاعي وده مرتبط بالسراوند، فهو دول اللي شغال، دول الليمتس بتوعي. طب وباقي السايكل؟ باقي السايكل مال؟ يعني انا ايه لما بقارن دي بكارنوت بعتبر ان كارنوت شغال على التو بريشرز دول برضو، فبالتالي يبقى نفس درجه حراره الكوندنسر هي ونفس درجه حراره الايفابوريتور، انا ما غيرتش حاجه. يعني انا بعتبر ان انا جبت كارنوت سايكل شغاله برضو ما بين البريشر ليميتس دول، ما هما اللي بيحددوا لي الليميتس هما الايفابوريتور والكوندنسر بس. ماشي طيب، انت عايز حاجه؟ انا مش هعمل حاجه في الكوندنسر. اه تمام، هو مش انا لو معايا كوندنسر اقدر اجيب تي سيتويشن عادي؟ اه طبعا، يعني لو معايا البيانات خلاص محتاج بقى اعرف اي نقطه في البيانات. اه ماشي، انا كده كده هشرح لك ده دلوقتي حالا، بس طبعا لان انا درجه الحراره دي اجيبها منين؟ يا الدهاني يا اما اجيبها عن طريق البريشر. انا قصدي على كده. اه طبعا. طيب خليني يعني ممكن نوضحها عن طريق مساله، وفي حته كده صغيره اقولها لكم في الاخر بس. بس حاله البترول طبعا. اه ده بستخدمه اللي هو الليتر فيرمتر اللي كتبناه، بستخدمه في حاله البترول. طيب لو ادياباتك محتاج استخدمه هتشيل الان وتحط مكانها كام؟ جوه. ماشي هوريها لك. طب حد معاه شيء؟ بعتها
طب نحل مسألة رقم 2. أي مشاكل ليها علاقة بالتشارت خلاص؟ أيوه. وإزاي نمشي كونس سنت إس والقصص دي كلها نعالجها دلوقتي هنا. خلاص أنا في حاجات كده يعني عملت لها سكيبنج حتى في ناس كانوا بيسألها والبريشر جه منه درجة الحرارة إزاي؟ ناس قاعدة تسألني كده شوية أسئلة فأنا قعدت أتوهها عشان هنقولها كلها في المسألة عشان نطبق على طول أحسن. وأنا هشتغل التشارت بس مش هينفع أشتغل تيبل؟ آه. لو تيبل مثلا لو انا معايا ممكن اشتغل بيها ولا هي طلعه مختلفه بس هينفع ولا ما هو احنا لازم نشتغل كلنا حاجه واحده ما ينفعش كل واحد يشتغل حاجه يعني انا عايز اقول لك على حاجه كل تيبلز ليها ريفرنس مختلف خلاص فكل واحد بقى يحلل لي المساله بارقام مختلفه وانا بقى اعمل موديل اصلا لكل مساله ما ده مش كل ده ايه حاسب على الناتج النهائي لا ما انا مش حاسبك على الناتج النهائي يعني لا اله الا الله مين العزيز حاسب طيب طب ما ينفعش حضرتك تنزل لنا جداول معينه تنفع كلها تمشي على بس الشارتات بتبوظ الارقام اصل مشكله في التشارتس او المشكله في الجداول اسف ان ما فيهاش سب تول فدي مشكله بس لو تجيب مساله بينا على السطح جيب ايه تجيب شاف اللي بتاع كلها بينا على السطح طب انا هحاول ابصلك على قصه زي كده شرط بصراحه بيضيع الدنيا خالص طيب طيب هو الشوط الاولاني سخيف انا هحاول ادور لك على شرط تاني في شرط تاني انا فاكر انا كنت عامل له داونلود فلو لقيته ازرق هجيبه لك اقول لكم عليه طيب طب يا شباب ممكن نركز بقى هو جاب لكم الاتشال ممكن طيب بس صعب المسألة شوية بقى لا 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 خلاص خلينا خلاص خلينا نشوف طب ممكن نركز شوية مسألة رقم 2 بيقول لي كولد ستورج روم ريكوايرز ان امونيا ريفريجريشن بلانت وفي 250 طن تبريد طن زوق ريفريجريشن خلي بالك معلش يا شباب احنا طبعا كل اللي عملناه ده على اساس ايه؟ لو انا شغال على ريفريجريتور صح؟ لو انا قلت لك مسألة هيت بامب وفي مسألة هيت بامب مثلا زي مسألة رقم 8 فالهيت بامب ايه اللي هتغير؟ الحل كله من اول مسألة لاخره هو اللي هيختلف بس ان انا ايه؟ هشيل الكيوب بتاعت الايفابوريتور احط مكانها الكيوب بتاعت كوندنسر وهنا بدل ما يبقى فيه تي ايفابوريتور هيبقى فيه ايه؟ تي كوندنسر طيب هنا بقول انا عندي كولد ستورج روم بستخدم امونيا ريفريجريشن بلانت 250 طن تبريد يبقى ده الريفريجريشن لود بتاعي حمل التبريد بيساوي 250 طن طنز اوف ريفريجريشن يعني دي لو عاوز احولها للكيلو وات يبقى اضربها بكام؟ 3.52 والريفريجرنت اللي انا بستخدمه عباره عن ايه؟ امونيا بقول انا شغال عند ايفابوريشن تمبريتشر 5 يعني التي بتاعت الايفابوريتور بكام؟ بخمسه عرفت منين؟ ايه تاني؟ ما هو قالها لي ايه اللي عرفت منين؟ هو بيقول لي ايه تاني ايفابوريشن؟ ايفابوريشن تمبريتشر 5 ماشي ماشي وكوندنسنج تمبريتشر كام؟ 32 يبقى ده درجه حراره كوندنسنج طيب ما تقوليش اوعى تقولي بقى تي 1 تي 2 تي 3 تي 4 درجه حراره الايفابوريتور درجه حراره الكوندنسر دي برضه هو متقال لنا ساتوريشن صح؟ ما هو معنى ايفابوريتنج يعني ساتوريشن في بقى في الويت ريجن والله ما انا كل اصلا في الويت ريجن ثابته ما هو دي اسمها يعني دي اسمها تي ساتوريشن تمام ودي اسمها تي ساتوريشن برضه دي بتاعت الايفابوريتور ودي بتاعت الكوندنسر ولا هي تي 1 ولا تي 2 ولا تي 3 ولا تي 4 ممكن بالصدفه تبقى زي واحده منهم بس احنا مش ده اللي احنا بنقوله في ايفابوريتور معناها ايه هي ساتوريشن تمبريتشر اللي بيحصل عندها فيس تشينج من الليكويد للفيبر ودي ساتوريشن تمبريتشر اللي بيحصل عندها فيس تشينج من الفيبر للليكويد خلاص دول لازمتهم ايه
يجيبوا الضغوط. يبقى هم دول لازمتهم في المساله ان انا بيبقى عندي كده ايه زي محل هندسي عشان يجيب عليه بقيه النقط. المحل الهندسي ده هو الضغط. يبقى ده فايدته بجيب منه ضغط الايفابوريتور, وده فايدته ان انا بجيب منه ايه ضغط الكوندنسر. ضغط الكوندنسر. فبالتالي لما اجي ضغط الايفابوريتور يبقى ده محل هندسي مين لواحد واربعة. وده يبقى محل هندسي اتنين وتلاتة. مع اعتبار بقى ان مفيش بريشر دروب بالقصة دي يعني. خلاص يعني ده هجيب منه ضغط وده هجيب منه ضغط. ده ولا يساوي تي واحد او تي اربعة. تلاتة ولا اتنين. ولا ده لا يساوي تي اربعة او تي واحد. ممكن يبقى زي واحدة منه بس مش جاي. اوكي انا لسه ما كملتش بقيه المساله. يبقى دول فايدتهم ان انا اجيب منهم الايه الضغوط. هنجيب الضغوط ازاي دي هنشوفها على طول. الاكسبانشن فالف سبلايد وذا ليكويد ات 24. ايه معناها بقى الكلام ده؟ تي 1 ب 24. طيب هي تي 1 مش المفروض اللي داخل الفالف ده هو اللي خارج من الكوندنسر؟ حلو. هو اللي خارج من الكوندنسر حالته ايه كده؟ ما المفروض اللي خارج من الكوندنسر هو فعلا اللي داخل الفالف. بس معنى كده ان اللي خارج من الكوندنسر عند 24 عشان بقول اللي داخل الفالف عند 24. فمعنى كده اللي خارج من الكوندنسر ودخل الفالف عند 24 مختلف عن درجه حاله الكوندنسر. يبقى ده معناه ايه كده؟ ان هو خارج سب كول. لان هو لو خارج ساتوريتد هيخرج عند كام؟ عند 32. خلاص. بس هو كده مش خارج. انا عرفت ان هو مش خارج ساتوريتد ليه؟ لان هو قال لي خارج عند 24. 24 اقل من الكوندنسر تمبريتشر. خلاص. طيب يبقى كده هنقول التي كام بقى هنا؟ تي 1 ب 24. الفيبر ليفز افابوريتور وست 9 درجات سوبر هيت. يعني ايه بقى؟ يعني يعني خلي بالك بقى عشان ممكن يقول لي ويز او تو. يعني مثلا يقول لي ايه سوبر هيتد باي 9 درجات. يعني ازاي 9 درجات او ويز 9 درجات سوبر هيت؟ الاثنين نفس المعنى ان هو ايه خارج زياده عن الايفابوريتنج تمبريتشر ب 9 درجات. يعني هو زياده 9 درجات على درجه حراره الايفابوريتنج. اما لو قال لي ايه سوبر هيتد تو 9. لا يبقى هو خارج عند 9. خارج عند 9 يبقى سوبر هيتد في الايفابوريتنج. يبقى معنى كده ان الريفرجرنت سوبر هيتد تو 9 يعني الفاينل تمبريتشر 9. لما يجي يقول لي باي او ويل يبقى معناها كده ايه تشينج. يبقى هو زاد 9 درجات. يبقى انا كده اقدر اقول ان تي كام؟ 3 لا بتساوي 9 زائد تي فابوريتور زائد 9 يبقى كام؟ 14. انا الكمبريسور بقى اداني كاركترستيك بتاعت الكمبريسور. كاركترستيك الكمبريسور بقى اللي هي الايه؟ الكمبريسور ده محتاج بقى عنه بعض المعلومات زي ايه؟ يا ترى بقى الدايمتر اللينس الار بي ام عدد السلندرز لو في كومبريشن اندكس لو في افشنسي. شات شغل حلوية. هو قال ويز 9 درجات سوبر هيت. اه؟ ويز 9 ديجري سي سوبر هيت. قال لي لو كومبريسور يوزد بقى هاز 4 سلندرز يبقى ده عدد السلندرز اللي هو الايه؟ الزد 4. والستروك تو بور ريشيو ايه هو الستروك تو بور ريشيو بقى؟ ال على ال على الدي ولا الدي على ال؟ لا ستروك تو بور ريشيو. خش اخرها. لو قال لي بور تو ستروك يبقى دي على ال بكام؟ بواحد ونص. راننج ات 860 ار بي ام. يبقى الار بي ام اللي هو الان بكام؟ 860. خلاص هي بير مينت. يبقى ار بي ام يبقى لازم فعلا اقسمها على 60. عاوز احسب ايه بقى؟ ايه ريكوايرد؟ اول حاجه الماس اوف ريفريجرنت سيركوليتد بير مينت. المفروض الام دوت ريف دي بالكيلو جرام بير سكند. خلاص هو عاوزها بير مينت. يعني انا عاوز الام دوت بس الكيلو جرام ايه بير مينت. طيب المطلوب الثاني عاوز الباور اوف كومبريسور اسيومنج. خلي بالك انا لغايه دلوقتي ما عرفتش الكومبريشن ده نظامه ايه. يعني هل هو كومبريشن بروسيس دي هل هو ايزوتروبيك ولا ديماتيك والريفرسبل ولا هو بلوتروبيك. بس هو اللي انا عاوز البار بتاع الكمبريسور اسيومينج ا كومبريشن افشنسي 84.
وميكانيكال افشنسي 78. طب ايه هي الكومبريشن افشنسي دي؟ اللي هي الايزنتروبيك افشنسي. يبقى هو كده اني واحد من الثلاثه. ما هو معنى ان هو مديني ايزنتروبيك افشنسي يعني هي مش بواحد يعني مش 100% يعني ايزنتروبيك. يبقى هو معنى كده ان هو النوع الثاني اللي هو اديباتيك وايه؟ وريفرس. عرفتها منين؟ قد ايه؟ طب الميه يحصل لها ايه لما تعدي الكوندنسر؟ كل 5% ايه اللي بيحصل للريفريجرانت؟ بيتكثف يعني بيفقد انرجي. طب الانرجي هتروح لمين؟ الدكتور بيكمل المساله. الميه لما يحصل لها ايه؟ دي مساله دي شويه معطيات. مساله رقم 2 الميه تسخن كام درجه؟ 8 درجات. هو قال لي ادي المعطيات 8 ديجري سي تمبريتشر رايز. يبقى الميه لما هتعدي في الكوندنسر الدلتا تي بتاعت الووتر هتبقى 8 درجات. اجيب بقى تحت دي المطاليه إيه تسخن 8 درجات نفس خلاص. ده اللي هو عاوزه. طيب هبدأ اشرح دلوقتي هنفهم منه ان شاء الله. طبعا انا عارف ايه في الايفابوريتور الدواني. اللود اللي هو 250 طن. يبقى انا عاوز احسب هنا كولينج ووتر. وطبعا الكولينج ووتر ريت دوت ده فوليومتريك عرفت منين؟ عشان هو داني اليونتس هنا متر كيوب بير مينيت. لو الدلتا دي بتاعت الووتر 8. اخر مطلوب بقى السي او بي وحاجه اسمها ريفريجريشن افشنسي. السي او بي بتاعت الايه بقى؟ اعتبرها بتاعت السايكل وانا مش محددها وعاوز يحسب الهيتا ريفريجريشن. طيب هنعمل ايه؟ راح فين؟ السي او بي هو اللي ده مطلوب. لا هو هو طيب قال لك سي او بي يا عم هذا عم تزبطك. هنبتدي نحل. طبعا عمليه الرسم هنا رسم سكتش ده حاجه سهله جدا هنعملها دلوقتي مش قضيه بس انا عاوز كده نبص على الشورت اللي نقدر نتعامل معاه ازاي شويه يعني. فده كده بره المساله يعني كانك بنعمل كده نتعرف على الشارت شويه. طبعا هو اسمه ايه؟ بريشر كنترول ايه؟ دايجرام. طيب احنا طبعا عرفنا ان احنا عندنا في 3 ريجونز اللي هم سب كولد وايه؟ والريجن والسوبر كولد. طبعا ده اللي هو اللاين اللي هو ساتوريتد اللي هو الاكس ب 0 وده الاكس ب 1. خلاص؟ طيب انا عندي هنا بقى كام لاين تاني نقدر نعمل عليه اي بروسيسز. عندي بقى يا اما في حاجه بقى اللي هو كونستنت ايه؟ فريكشر وكونستنت دينستي وكونستنت انتروبي. طبعا اللي هو كونستنت بريشر ده هيبقى عامل ازاي؟ سهل قوي ده مش محتاج ترسم. كونستنت بريشر يعني فيرتيكال ولا هوريزونتال؟ هوريزونتال. ابقى هوريزونتال. كونستنت انثالبي؟ فيرتيكال. ابقى فيرتيكال. طب انا عاوز بقى اعمل حاجه حاجتين جداد اللي هو الايه؟ كونستنت بريشر. تمبريشر ودينستي وانتروبي. فهتلاقي عندك الكونستنت دينستي وكونستنت انتروبي الاثنين باللون الاحمر. نفس اللون. طبعا انا بعرفهم منين؟ باليونتس اللي مكتوبه. هتلاقي بتوع الدينستي عاملين كده. الخطوط اقرب للايه؟ يعني هي مايله شويه ليها انجل بس انجل مش ايه؟ يعني اقرب ان هو يبقى فلات مش ايه مش ستيبر. فهو هتلاقي الميل بتاعه مش كبير قوي. ده كده الرو. الرو كده بيحصل لها ايه؟ بتزيد يعني مثلا 12 15 17 دي كده الرو. ايوه محمد عايز شغل عادي اشتغل ممكن بعد 19 اتش دي مخرج محمد نصر الدين دائم الابداع. كمل رايحين فين؟ طيب نفس اللون بقى اللي هو بالاحمر برضو دي خطوط الانترو. يبقى انت كده لو عاوز تمشي كونستنت انتروبي هتمشي على الاي لاين منهم. لو حاجه ان بتوين بقى فطبعا هتعمل ايه؟ هتعمل خط في النص. طيب
يبقى ده كده الانتر دينستي وده كده الايه الانتروبي. طبعا خطوط الانتروبي دي بتفيدني في ايه؟ لو انا كنت عاوز امشي ايزنتروبي بس كده. طب وخطوط الدينستي دي بتبقى لازمتها في ايه؟ لو عاوز اجيب الدينستي عشان الفوليومتريك ايه الافشنسي بس كده. طيب فاضل درجات الحراره. درجات الحراره هتلاقيها عامله كده. معناه ايه بقى؟ يعني على اللاين ده كده انا ماشي درجه الحراره بتاعتي ايه كونستنت. خبك ممكن تلاقي خط كله مش مرسوم، يعني ممكن يبقى مسحه كده اهو. المهم ايه؟ درجه الحراره هورزونتال جوه الويت ريجن زي البريشر، بس بره بايه بتبقى اقرب للايه للفيرتيكال شويه. يبقى اللاين ده كده التي كونستنت، اللاين ده برده الايه التي كونستنت. ممكن يبقى ده مثلا 300 ده 260 واتيفر يعني. طب يبقى معنى كده لو انت معاك درجه حراره وبريشر اقدر احدد السيب بمنتهى السهوله ازاي؟ قال لي درجه حراره 300 مثلا التي 300 اوكي. فلو انا معايا الضغط بتاعي اهو حاجه بالمنظر ده، فالضغط بتاعي مثلا 2 ميجا باسكال. انا بقول اي ارقام ممكن تكون الارقام دي مش مظبوطه يعني، بس انا بتكلم ككونسيبت. طبعا لو انا معايا الضغط اهو وادي درجه الحراره هيحصل انترسكشن ما بينهم. الانترسكشن ده كده حصل فين؟ فاني في السب كولد ولا في السوبر هيتد؟ السب كولد. ده على الرسمه اللي انا عملتها يعني. ممكن يبقى بريشر تاني اهو حصل كده انترسكشن هنا فين؟ في السوبر هيت. يعني لو انا بقى عاوز ولا يبقى سوبر هيتد ولا يبقى سب كولد يبقى فين؟ فيبقى في المنطبق عليه مش كده؟ يبقى معنى كده لو انا معايا درجه الحراره وعاوز اجيب البريشر اللي عنده درجه الحراره ده اللي هو البي ساتوريشن يبقى اجيبه ازاي؟ عند هو ده؟ ما هو البريشر ده كده حصل انترسكشن هنا وده حصل انترسكشن هنا. انا عاوزه بقى يبقى الانترسكشن جوه الويت ريجن، فهيبقى منطبق. انا همد ده ايه؟ يمين وشمال. يبقى ده كده اسمه ايه؟ بي ساتوريشن بريشر. ويبقى برده الضغط ده اسمه ايه كده؟ ساتوريشن. ساتوريشن ايه؟ بريشر. معناها ايه بقى كده الساتوريشن ده؟ ان انا امتى الفريون يتكثف عند 300؟ او امتى الامونيا تتكثف عند 300؟ لو كان الضغط ده. امتى الامونيا تتبخر عند 260؟ لو كان عند الضغط ده. خلاص؟ يبقى انا في مسالتي بقى عاوزين نعكس ده على المساله بتاعتنا. احنا دلوقتي قال لي ايه؟ قال لي الكوندنسيشن تمبريتشر بكام؟ ب 32. خلاص؟ عند ضغط كام بقى؟ عاوزين نجيب الضغط. وبرده الايفابوريشن تمبريتشر بكام؟ ب 5. يعني الفريون هتبخر عند 5 لما يبقى الضغط كام؟ ده اللي احنا عاوزين بقى. يبقى احنا كده بندور في بدايه المساله على الايه؟ الساتوريشن بريشر اللي هو عند الساتوريشن تمبريتشر، والساتوريشن بريشر اللي هو عند الكوندنسيشن تمبريتشر. يبقى انت اول حاجه في المساله بتعملها بتحدد الايه اللي هي بي 1 وبي 2 اللي هي اللي هو ضغط كوندنسر وضغط الايفابور. طب انا اول حاجه احددها ايه؟ هدور على درجه حراره الايفابوريتور بكام؟ 5. يبقى كام 5 دي؟ احنا شغالين بالكلفن. يبقى 278. هاجي كده عند 278 هعمل ايه بقى عشان تجيب الضغط؟ يبقى تيجي جاي من نهايه الايه؟ من نهايه الساتوريتد لاين تمده يمين، وبرده من هنا تمده شمال عشان تبقى انت كده عملت ايه؟ الضغط بتاعي. يبقى ده كده ضغط الايه؟ مش لازم اعرف قيمته. انا بس عاوز اعرف يبقى ده محل هندسي لايه؟ اللاين ده محل هندسي لمين؟ اثنين وثلاثة. نفس الحركة دي بعملها فوق عشان اجيب محل هندسي لمين؟ الأربعة و الأربعة وواحد. المسألة بتاعتي ولا فيها بريشر دروب ولا فيها أي حاجة فكويس. يبقى أدي كده الإيه؟ التي كوندنسيشن اللي هي 300 وكام بقى؟ هتزود على 230 سوري 273 302 305. وبرضه نمده كده إيه؟ يمين وشمال. وده هو الضغط الإيه بقى؟ كوندنسر.
هو لازم الخط ده ينطبق على خط بريشر؟ يعني ايه؟ يعني تمبريتشر دي لا مش لازم مش لا يعني ما هو انت بقى انترفوليشن يعني مش بس انا مش لازم اعرفه برضه ولا لازم ارفع اعرف البريشر امتى طب انا كنت لسه اسالك امتى بقى لازم اعرفه وانت مش لازم لو انا حاسب يعني في مسالتي دي ريكوايرد هنا محتاج اعرف بريشر لا بس ممكن احتاجها في ايه بوليتروبيك مثلا بالظبط كده ايه فوليومتريك عاوز اجيب مثلا ايه الضغط الدليفري والساكشن عشان اجيب الايتا فوليومتريك فمحتاج ان انا اعرفه اوكي ففي حاله زي كده ممكن احتاج اعرفه انما انا في مسالتي دي انا مش لازم اقراها انا هنا يهمني ايه بس اجيب محل هندسي لمين لواحد واربعة وهنا اتنين وتلاتة حاطين البريشر هو ده اهم خطوه في المساله ممكن انا اديك البريشر جاهزين اصلا من الاول اديك البريشر ايه جاهزين يبقى انت هتعمل على طول ايه ترسم اللو والهاي وخلاص وخلصت طب هل لو انا اديتك البريشر جاهزين هل محتاج تعرف درجه الحراره ممكن او ممكن لا ليه بقى ممكن احتاج اعرفها لو انا قلت لك ده هو حصل له ساب كولينج 5 درجات يبقى هيقل لي كام درجه يبقى عارف او ممكن تحتاجه ليه تاني افرض طلبت منك السي او بي بتاع كارمو يبقى لازم تبقى عارف الايه الكوندنسر والتي فابريت ماشي انت بتقدر طيب المهم احنا اول حاجه حددناها الايه البريشر لازم بقى لوكيت 1 و2 و3 و4 خلاص واحنا بتديه دايما منين من واحد اللي هي خارجه منين من الفالف هو اداني درجه حراره واحد قال لي دي خارجه كام 24 طب هو قالها لي ازاي قال لي سب كولد ات 24 ممكن يقولها لي بصيغه ثانيه ممكن يقول لي ايه خلي بالك الليكويد سب كولد باي 6 درجات يبقى لو قال لي سب كولد باي 6 درجات يبقى هو 32 ناقص 6 يبقى كام 26 بس هو ما مش محتاج اطرح هو قال لي على طول ده هي خارج عند كام 24 يبقى واحد في واحد ب 24 طب انت عارف بي واحد لا ايوه طبعا لسه جايبه امال بتعمل ايه دلوقتي بي واحد بي واحد ده ضغط الكوندنسر الكوندنسر انا جبتها رقم مش اول خطوه اهم خطوه اللي هي اجيب الضغوط ما انا جبتها خلاص طب انا معايا دلوقتي نقطه واحد عندي بي واحد ما ده اللي هو بي واحد او بي اربعه عندي تي واحد بقى يبقى ارسم ايه تي واحد ترسمها ازاي بقى هلاقي بقى هلاقي طبعا هلاقي لاين شبه ده ما هو دي خطوط التمبريتشر فهلاقي واحد شبهه بس تحتيه بشويه عشان اقل منه يبقى كام عند كام بقى اللي هو المفروض كام ده 24 297 طب هاجي هنا يبقى دي ست كام واحد تنزل تحت يبقى دي كام عشان تكون اصلا ايه اتش انطلبي تقرا هنا كام بقى اتش واحد اللي هي نفسها اتش اتنين احنا بعد شويه هنحتاج اتش واحد واتش اتنين حلو طب هنيجي بقى نخرج من الايفابوريتور لما نيجي نخرج من الايفابوريتور نعمل ايه هل هيخرج دراي ممكن يقول لي ان هو خارج دراي بس هو قال ليش كده هو قال لي خارج ايه سوبر ايه سوبر ايه عارفين ان هو خارج عند 14 طب انا عارف بي 3 ما بي 3 ده في الايفابوريتور اللي انا جبته خلاص خلاص يبقى انا محتاج بس درجه الحراره اللي هي ال 14 فبرضه هنرسم بقى تي 3 اللي هي كام 14 زائد 273 يبقى دي الست كام كده 3 اديني قطعت تي 3 مع بي 3 يبقى انا حددت الست 3 طيب لو هو بلوتروبيك في خط هنا للبلوتروبيك لا فاعمل ايه بكمل سكتش عادي خالص جدا وبرسم كده لاقول ان دي 4 وبحاول اجيب الست 4 عن طريق بقى البلوتروبيك ريليشن اللي هي ايه بي 3 في 3 تزبار ان بيساوي 4 في 4 تزبار ان والقصه دي خلاص ده لو هو كان بلوتروبيك طب هل هو ايزنتروبيك لا لو كان ايزنتروبيك كنت همشي في نص اس وبجيب 4 اس وخلاص يبقى انا جبت ست خروج بس هو مش ايه مش ايزنتروبيك لا ايزنتروبيك ولا بلوتروبيك ست 4 مختلف عن 4 اس الانترو بتاع 4 اعلى من الانترو بتاع 4 اس نتيجه الريفرسيبيليتي فانا ما بعرفش اجيب نقطه 4 دي بس بعرف اشتغل لو كانت ايه ايزنتروبيك هي دي اللي بعرف اتعامل معاها فانا هتعامل كما لو كان ايه ايزنتروبيك يعني كما لو كان خارج عن 4 اس دي النقطه الايديال اللي هي مش حاصله عندي عشان ايه عشان الكومبريشن او كومبريسور ليه افشنسي فانا اكشوال يبقى خارج عند كام عند 4 4 تكون على يمين 4 اس يبقى انا عندي نقطتين النقطه الايديال والنقطه الاكشوال
انا ما بعرفش اجيب الاكشوال اجيب الايد انا اعرف اجيب الايد من على الشارت انت كل الكلام ده عامله بقى يعني ده سكتش وهو نفسه بتنفذه على الشارت يبقى انت في الشارت تعرف تحدد 6 3 ولا لا امشي على خط كونسنت اس اقدر اجيب برده ايه اتش 4 اس يبقى دلوقتي معايا كام اتش 3 اتش 4 اس اتش 4 اس ومعايا الايتا ايزنتروبيك اعرف اجيب الاتش 4 طيب ممكن استغنى عن الافشنسي خالص واعمل لك حركه تانية ما اديكش الافشنسي بس اقول لك ان هو ادياباتك وادي لك ايه بدل الافشنسي اديك تي 4 يبقى انت دلوقتي معاك تي 4 وبي 4 تقطعهم مع بعض لحد نقطه 4 يعني ممكن اديك الافشنسي او ممكن اديك بي وتي بس لازم تكون انت عارف ان هو ادياباتك ان هو ادياباتك خلاص اوكي طب احنا دلوقتي جبنا ايه على جنب كده جبت اتش 1 اللي هي زي اتش 2 وجبت اتش 3 وجبت اتش 4 جبت اتش 4 كمان ماشي لما نيجي نحل بقى انا بس ايه بقول اللي انا دخلت جبته من الشارت معلش خلينا بس مره واحده كده يعني انت في الحل على جنب هتقول له من الشارت جبت دول كلهم اوكي طيب في تاني ممكن يجيبهم من الشارت محتاج حاجه تاني بعد شويه كده انا لمحت بعيني ان انا هنا في ايتا فاليومتريك فسعر الرو بتاعت السكشن فاكيد هحتاج طب السكشن فين الكمبريسور هو اللي بيسحب صح يبقى السكشن عندي ايه 3 يبقى اجيب بالمره كمان رو 3 اه اللي خلي فرقك عشان ما نعرفش ندخل ونخرج ايه كذا مره لك كده يا صاحبي الله خلي فرقك دكتور اه الشربات دي يا دكتور هتطلع فروقات جامده مع الناس وانا في برضه سماحيه شويه بس مش فروقات جامده تطلع فروقات جامده اللي حد يسكن دكتور مثلا في اتش واحد ايه سكيل اه استعمل معاه عادي استعمل سكيل عادي يعني قسم عادي ما بينه هو اصلا اوريدي مقسمه لك يعني مثلا هتلاقي 3 و4 بينهم ايه خط واحد يبقى ده 3 ونص لو 3 و 2 3 و 3 بص يعني الحاجات دي اجيبها ازاي؟ ماشي انا مش انا كارقام مش هغلس عليك في الامتحان لان انا اصلا مش الطبيعي ان انا ايه اقعد اختبرك تقعد بقى تتمقع عينك في التشارت الحاجات دي كلها على طول بتتجاب بالسوفت ويرز دلوقتي يعني البرامج كلها بتحسب الحاجات دي فانا مش عاوز بقى اعقدك بس في الامتحان انا مش هقدر اخليك تستخدم البرنامج اوكي؟ ماشي ما انا قلت لك بقى سيبني بقى ايه اشوف لك انا طريقه سهله خلاص كان فين كان فين هواك ده سوفت وير من بدري طيب شباب زميلكم بيسال على الشارت دلوقتي ازاي امشي كونس انت اس انا افترض الحاله ايه ان انا عندي ادي خط كونس انت اس اهو واهو لو في واحد بيمر لو في كونس انت اس بيمر بثلاثه همشي معاه نفترض ده الوضع بتاعي نقطة الثلاثة دي مفيش حاجة بتعدي عليها فأنا همشي خط زي اللي على شمالي أو على يمين هم أصلا مش موازين لبعض فأنا إيه لو أنت عندك وقت فالمفروض الريشيو هنا يعني ده ده يساوي ده ده طيب لو ما عندكش وقت بالحب ازاي بقى هو لو موازن ده يبقى كده صح؟ لو موازن ده يبقى كده يبقى كده ما هو اللي في النص لا مش لازم يبقى في نص مسافة ما هو عشان جاي في النص ممكن يبقى متشافك شوية يعني ايه ولا يبقى موازن ده قوي ولا يبقى موازن ده قوي يعني حاجة كده يبقى 30 كيلو بس كيلو قد شوية خلاص فالمهم انا جبت 4 اس وجبت الكشاف بتاعتي والرو انا عاوز ايه دلوقتي بقى؟ عايز اتش 4 لا عاوز اتش 4 ايه؟ بس مش لازم تحسب كل حاجه على طول شوف اول مطلوب ايه؟ الام دوت عايز الام الام دوت دي هتيجي منين؟ الكيو اف جي تيجي من الكيو الماس فلوريت ما يجيش غير منين؟ يا من لود يا باور بس ما عنديش باور عندي لود معايا لود معايا لود عندي لود معايا لود كام؟ اللي هو 50 طن طبيعي ناخد اللود بالام دوت معروف قول قول على صوتك
حي مصر ام كلثوم حكمت تحزن الشحات انا اخد الام دوت في ايه فرق الاتشات فرق الاتشات حوالين الايه الايفابوريتور خلي بالك انا في حاجه اللي خارج من الايفابوريتور عشان ممكن بعد شويه اقول لي ايه خلي بالك اللي خارج من الايفابوريتور سخن في الايه في البايل سخن 5 درجات فبقى في 3 و3 كام داش عامل ايه 3 داش قال ايه ده اول ما خرج عند كام عند 3 يبقى اتش 3 ناقص اتش 2 هل انا معايا الام دوت دي اللي انا عاوزها بس معايا اتش 3 جبتها واتش 2 جبتها واللود معايا يبقى من هنا اجيب ايه ام دوت الام دوت وهتطلع كيلوغرام بير سكند اضربها في 60 تبقى ايه كيلوغرام بير منت بس المطلوب الاول ده الاول خلاص الثاني الباور صح الباور بيساوي ايه الاليبتس صح اللي هو في الاصل اللي هو الكبير فبقى عرفت ايه بقى بالانديكيتد تقسمه على حاجه كبيره عشان تصغر يبقى اضربها يبقى الالكتريك لو ضربته في الافشنس اللي في طريقه يبقى بيساوي الانديكيتد يعني الالكتريك هو ده الكبير عشان يصغر يبقى اضربه في الايه في الافشنس اللي هي الايتا الكتريك في الايتا ميكانيكال بتساوي الانديكيتد طيب هو ما ادريش حاجة عن الايتا الكتريك يبقى اعتبرها واحد يبقى الالكتريك بيساوي ايه؟ الانديكيتد على الايتا ميكانيكال طيب الانديكيتد بيساوي ايه بقى؟ ام دوت الام دوت في الورك ما تقولش في الدلتا اتش يبقى انا لازم التفكير يبقى لوز يعني ايه ستيب باي ستيب الانديكيتد ده بيساوي الام دوت في الورك الورك بقى ممكن يبقى بيساوي دلتا اتش لو كان ادياباتيك وممكن بيساوي العلاقة بتاعت الان دي لو بلوتروبيك يبقى لازم اركز عشان احنا من السرعه بنبقى حافظين دلتا اتش دلتا اتش على طول لا لو هو بالالكتروليك يبقى مش دلتا اتش فهنا هو ايه هو هنا دلتا اتش دلتا اتش عشان ادياباتيك لان هو قدام الدنيا ايزوتروبيك افشنسي يبقى هو ادياباتيك وايه الريفرسبل خلاص يبقى هنا بقى بيساوي الام دوت في ايه دلتا اتش بكام بقى اللي خارج ناقص اللي داخل من الكومبريسور 3 ناقص 4 يبقى 4 ناقص 3 بس نعم نجيب بس نجيب اتش 4 بقى طب اتش 4 انا جبتها لا لسه ما جبتهاش حلو عشان انا ايه اللي جبته ال 4 اس انا معايا الايزوتروبيك افشنسي تساوي ايه بقى ايه على ايه الايزوتروبيك على اكشر ولا العكس لا الايزوتروبيك على اكشر لان انا لما يبقى عندي مفيش لوسز هدفع قليل لما يبقى في فريكشن فهدفع اكتر يبقى الاكشر اعلى منين الايزوتروبيك يبقى كام 4 اس ناقص 3 على تدفع بقى انت فايز مش 4 ناقص 3 بكام بقى الافشنسي 84 اجيب من هنا كام جيب اتش 4 بس خلصت مسألة كده جبت الباور بتاعي الايتا ميكانيكال 0.7 ايه يبقى انا كده جبت الالكتريك طب اللي بعديه انا عاوز ال ودي بس لو معايا الايتا فالومتريك بكام 0.82 اه يعني هو اداني ايتا فالومتريك يعني هو وفر لي بقى الايه العلاقه اللي فيها كليرنس عشان انا ما اعرفش كليرنس فاداني مكانها الايتا فالومتريك يبقى انا اقدر اربط على طول الايتا فالومتريك بالايه بالبسمنت الايتا فالومتريك ايه التعريف بتاعها الام دوت الاكشوال على الثيوريتيكال صح طب الثيوريتيكال بكام البسمنت في الرو عند السكشن الرو 3 دي معايا بكام انت دي 82 انا الرو 3 جبتها صح؟ اه جبتها طيب بالظبط جبتها من الشورت وانا جبت الشيت ومعايا الام دوت يبقى انا كده اقدر اجيب الايه؟ بيساوي ايه بقى البسهم في البليسمنت؟ باي على 4 دي سكوير عشان ما يطلعش مجهول جديد فاشيل ال ال بكام؟ هو ال 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 عديه بكام؟ 1.5 1.5 يبقى اشيل ال ال و1.5 دي كده ده بقى على 4 دي سكوير في ال ال في الزد في ان على 6 الزد معايا معايا كل حاجه ومعايا الان يبقى كده على طول اجيب الدايمتر ولو جبت الدايمتر هضربه في 1.5 يبقى جبت الايه ال ال اكمل هنا يبقى ال ال بتساوي 1.5 دي طب وبعدين ازاي بقى اجيب الكيوب كوندنسر طب اجيب الكيوب كوندنسر ليه اصلا
طب الكيو كوندنسر بكام؟ مش معايا بحسبها بقى بيساوي ايه بقى الكيو كوندنسر؟ هعمل بالانس على الكوندنسر يبقى الام دوت ايه بيساوي كام؟ كيو كولينج ووتر كولينج ووتر بقى كولينج ووتر لو طبقت انرجي بالانس على الهيت اكسشنجر دوت بيساوي الام دوت بتاعت الووتر في الدلتا اتش وعشان المايه ليكويد فممكن اعمل ابروكسيميشن انها ايه؟ سي دلتا تي يبقى الكلام ده بيساوي الام دوت بتاعت الكولينج ووتر في السبيسيفيك هيت بتاعت المايه في الدلتا تي بتاعت الووتر الدلتا تي بتاعت المايه كام؟ 8 8 والسبيسيفيك هيت بتاعت المايه 4 و 18 يبقى انا من هنا اجيب ايه؟ الام دوت بتاعت الكولينج ووتر بس هو مش عاوز الام دوت هو عاوز البي دوت البي دوت بتساوي الام دوت على ايه؟ مسافه المايه بكام؟ يبقى متر كيوب بير سكند ضربها في 60 تبقى ايه؟ خلي بالك ساعات كتير قوي انا بعمل الحركه دي وموجوده عندك في الشيت يعني مش هتبقى تركه اللي اذا في مساله 7 او مساله 8 ان انا مش لازم اديك اللود ده في الاول اقول لك ان هو بيبرد حاجه زي فكره الايه؟ المايه اللي بتسخن هنا يعني مثلا اقول لك ايه؟ اللي بيبرد ده مثلا على سبيل المثال بيبرد هواء فانا مديك الفي دوت بتاعت الهواء خلاص والهواء مثلا هيسخن كام؟ او هيبرد اسف 10 درجات خلاص يعني الهواء هيدفع عند حاجه ياخد درجه حراره يخرج عند درجه حراره هيبرد 10 درجات ومديك الفي دوت بتاعته فالكيو نص من الهواء هي نفسها الكيو ايه؟ هي الكيو بتاع الربح يبقى انا بدل ما اديها لك دايركت اديها لك عن طريق بالانس زي ما عملت هنا كده فبالتالي اقدر اجيب الكيو ريف واقدر احل بيها بقيه الايه المساله عادي خلاص؟ طيب فاضل كده ايه؟ السي او بي هو السي او بي بتاع السايكل كيو ريف على كيو ريف على ساكن السي او بي بتاع السايكل بتساوي الكيو ريفريجريشن على ايه؟ على الانتجريتد باور طبعا احنا حاسبين ايه؟ البريك احنا عاوزين الانديكيتد يعني ناخد الانديكيتد بس اللي هو الام دوت ستريت اتش اللي هو كانه الالكتريك ضربه في الايه؟ الهيتر طب لو عاوز بقى اجيب في حاجه ما قلتهاش اللي هي ريفرجريشن افشنسي هي ريفرجريشن افشنسي عاوزين نقارن ده بكارنو نقارن ده بايه؟ كانوا في الريفريجيشن افشنسي دي بتساوي سي او بي سايكل على السي او بي كارب على السي او بي بتاع كارب هذا بتطلع كام؟ اقل من الواحد لان المفروض انا لازم اكون اقل من كارب طب ايه هو السي او بي بتاع كارب؟ تي تي ايفابوريتور على تي كوندنسر مع السي ايفابوريتور هل انا معايا تي ايفابوريتور؟ معايا كل ده ده هو مديهولي اصلا لو مش معايا اروح اجيبهم ما انا ممكن لو المساله مديك الضغوط يبقى من الضغوط هقرب تهاب بس الوضع هنا عندي بالعكس انا مديك التهاب اصلا يبقى على طول دايركت في مكان بقى التعويضه نحط كام هنا؟ خمسه لا مش خمسه بالكلب بقى يبقى هنا كام؟ 278 هل دي 305 ناقص 278 مش دي 3 عشان انا كاتب لك هنا ايه؟ بابريتو خلاص؟ دي كوندنسر بكام؟ 300 305 طبعا انت لو حطيت تحت الاثنين بس لازم مش مشكله لان ده ريفرنس بس لازم فوق بالايه؟ بالكيلو احنا لو تشيل ليه معلش؟ بس انا ايه؟ ليه لازم فوق بالكيلو عشان المفروض دي تمبريتشر ماشي ما التعويض هنا بالكيلو تحت دي عشان دول ديفرنس التمبريتشر احنا دايما بنعوض بالكيلو
دايما تعودنا بالكلمه على طول. هزود 273 وارجع اطرحه تاني. ما انا هتبقى كلمه مش درجه حراره دي دلتا تي. يعني ايه؟ يعني انت هنا جامعه كام؟ 273 وهطرحها تاني. هنا جامعه 273 لو شفت فيهم يحصل حاجه؟ ما هم هتفهموا من بعض. ماشي يعني الدلتا تي بالسيلازيوس هي نفسها الدلتا تي بالكلمه. وانا قصدي يا اما لو حطيت الاثنين هنا بالسيلازيوس مش هتفهم. لما اقول 32 ناقص 5 هي نفسها 305 ناقص 278 عشان ده ديفرنس. لما دي درجه حراره اكسجين مش فارقه. ليه ريفريجريشن بتساوي ايه؟ شو بيسايكل على بتاع الايفابوريتور ده يعني حاجه تديني الهواء يعني الايفابوريتور بيبرد هواء هيبقى ايه الجيفن مش هواء اه ايه الجيفن بتاعت الهواء على سبيل المثال يعني هقول لك الهواء داخل بكام بدرجه الحراره مثلا 25 وخارج عن 10 الفيزو بتاعت الهواء بكام؟ بتاعت الاير بواحد صور الكاميرا صور الخطوة بس كده تقدر تجيب الكيو بتاعت الاير يا حبيبي بس يا بوب دلوقتي هواء بيدخل عند 25 يخرج عند 10 ومعايا الفلوريد بتاعه الهواء يحصل له ايه؟ هيت لوس والريفريجرانت هيت جين الهيت لوس بتاع الاير هو نفسه الهيت جين بتاع الايه؟ الريفريجرانت اللي بيساوي ايه بقى الهيت لوس بتاع الهواء؟ كام؟ زي ما عملت هنا بطلوا اسئله يا جدعان ام دوت اير بتساوي السي دي بتاعت الاير في الدلتا تي السي دي انا عارفها هي نفسها الكيو بتاعت الايه؟ طب السي بتاعت الهواء كام؟ معروف اقول لك طب والام دوت؟ بكام الرو بقى؟ امسك الكام بايدك بس ما تقفلهاش راح بوينت لا راح درجة راح المفروض بيع على الرو بيع على الرو دي الارض الام بام دي كانت بريشر بيع على الارض يعني يبقى الرو بتاعت الهواء بايه؟ بتاعت مين دي؟ خد راتب بالعمال ده 25 ثاني 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 انت يا عم بطل لعب كمل لي 10 ماشي بس الكوست بس اخوانا خلاص كفايه عليكم قوي الاسبوع الجاي هبقى في الاولى دي في الاثنين هتبقى ريفيجن طبعا هيبقى ريفيجن على هيك وهيبقى تاني يوم هيبقى هنبتدي الشابتر الجديد سيكرومتريكس الاسبوع اللي بعده هيبقى في امتحانين في هيك امتحانين لا امتحانين ايه على انهي جزء بس اللي هو الاسبوع اللي بعد الجاي مش على المنهج كله اضمن بس يا حبيبي افهم يا عم خلاص دي مش قرار انا يعني خلاص عشان ما تقعدش بقى تتخانق معايا خلاص انا بس ببلغ رساله يوم الاحد هتمتحن على الجزء الثاني اللي هو الفري والفورسد بس مفيش تاني الفري والفورسد ده يبقى امتحان يوم الاحد الاحد اللي بعد الجاي خلاص تاني يوم هيبقى امتحان الشفوي وضع منها كله طب ده ضايع ايه مثلا قصي ولا ضايع ايه يعني ولا مسائل ولا ايه ما بيبقاش نظري امال بيبقى ايه مسائل مسائل غير الداتا شيت بيبقى مسائل شوز مالتي بتضطر بيبقى في سبيس تحل المساله وتختار مفيش داتا حتى تخش من غير داتا ما تخش من غير حاجه يا عم اكيد مش هيجيب لك حاجه محتاجه الداتا شيت يعني تعليم مساله بس الداتا شيت طب اكيد هو هيجيب هعرفك عليها المره الجايه ايه ارجع للايف اقسم لك بالله يا كابتن درويش انت منور الله حسب صوت حسب المدرجات اصبر نرجع اللايف اقسم لك بالله النهارده كان ايه شغل اقسم بالله جميل جميل يلا يا عم جيب القمر جيب القمر قبل نرجع اللايف محمد نصر الدين ازيك يا نور